السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم بسام الشمع. زانج هي كان أميرال مسلم صيني، كان قائد بحار وقائد أسطول صيني على أعلى مستوى، هو قائد أعلى لمؤسسة البيت الإمبراطوري. حمل الأسطول بتاعه 27,870 راجل، والحقيقة إن عدد السفن بتاعته في هذا الأسطول الرهيب وصل ل317 سفينة. هو كمان كان مسؤول عن القبض على واحد من أخطر القراصنة في ذلك الوقت، وتم تقديمه في الصين علشان يحاكم. احنا عارفين ان زانج هي ايضا كانت السفن بتاعته بتحمل جانب من ايه بقى، الخزف والذهب والحرير والمصنوعات الفضية والبضائع القطنية. شالت كمان سفن وحيوانات زي الزراف وحمر الوحش المخطط الزبرة، او كما اطلق عليها الخيول الصينية. كمان كانت على السفن بتاعته نقل الماريا، ده نوع من انواع البقر الوحشي الافريقي او الايل الصيني. كمان نقل طيور النعام اللي اطلق عليها طيور الابل، يعني طيور الجمل، يعني طيور الجمال. السفن بتاعته كان فيها يعني حجيرات ماء كتيمة لحفظ السمك الحي، وكمان كان فيها تعالب الماء. ليه؟ لانهم استخدموا تعالب الماء لجمع شتات السمك وإجباره للدخول في شباك كبيرة، كانوا بيصطادوا بثعالب الماء. متخيلين كم التدريب وكم التقنية وكم الفكر وكم الذكاء. والحقيقة أن من ضمن المعلومات الطريفة والعبقرية اللي على سفن أسطول زانج هي المسلم البحار العظيم وقائد الأسطول العظيم، أن كان من كتر ما كانت السفن بتاعته كبيرة جدا وضخمة جدا، حتى أنها وصلت إلى حوالي 500 قدم زي ما أثبته العلماء. 500 قدم دي يا جماعة يعني حوالي 150 متر تقريبا. عايز أقول لكم إن من ضمن الحاجات الجميلة والطريفة والعبقرية اللي كتبوا عنها عن سفن زانج هي، إن هو كان من كبرها ومن حجمها الضخم كان الركاب اللي عليها بيتواصلوا بينهم وبين بعضيهم بالأعلام، لأن المسافة كبيرة بينهم ومن بعض. وكمان كانوا بيتواصلوا عن طريق القناديل الفوانيس اللي بتنار، وكانوا بيتواصلوا عن طريق الأجراس والحمام الزاجل، متخيلين على نفس المركب. والحقيقة إن في سنة 1962 تم اكتشاف عمود دفة سفينة الكنز بتاعت زانج هي، وبحسابات العلماء وجدوا إن السفينة دي كان ينبغي أن تكون حوالي 500 قدم. متخيلين هذا الرجل العبقري. قدمت لكم بمنتهى الفخر العظيم الرجل الذي سطر تاريخ الإبحار وتاريخ البحرية، المسلم التقي الجندي المدهش والعالم والسفير والأميرال وقائد أعلى وكثير من الصفات والسمات والألقاب. إنه يا سادة زانج هي. زانج هي الذي وصل إلى مقديشيو ومومباسا وزنزبار، وقيل عند قناة موزمبيق. زانج هي اللي وصل إلى الجزيرة العربية وحج في مكة. زانج هي اللي وصل لليمن وجافا وسومطرة وسريلانكا والهند. زانج هي اللي في الرحلة السادسة بتاعته زار 36 ولاية في خلال سنتين. وكما تقال هو واز هي، هي واز زانج هي. كان معاكم بسام الشماع. احداث وشخصيات في تاريخ الاسلام، قراءة بسام الشماع، اخراج سارة الحريرية. رمضان كريم.